مشكلتها المصيبة الكبرى هو التبليغ. أكبر مصيبة هو التبليغ. درنا واحد المسطرة جري أشي أما وقلنا الشخص نبلغه بالعنوان الذي نملكه، لقيناه تبارك الله، ما لقيناهش غادي درنا واحد المكتب في المحكمة في المحاكم الاستئناف دينا في الرباط باش نشوفوه، سميناه مكتب المعطيات الرقمية. ياك المعطيات البيانات الرقمية، ربطناه بوزارة النقل، ربطناه بالمحافظة بواسطة الانترنت، دابا الان كنربطوه بالامن الوطني، وغادي نربطوه بكلشي الوزارات باش الا بغى شي حاجة الوكيل العام كيعطي الاذن وكتدار له الاجراء تمتم. عندي مثلا واحد دار حادثة سير خصني نصيفط لوزارة النقل، هو في حالة اعتقال، نصيفط لوزارة النقل يقول لي واش السيارة ديالو ولا ماشي ديالو، هو في حالة اعتقال كنبقى شهر شهرين عاد كيجاوب. دابا لا، غادي يدخل مباشرة الوكيل العام مباشرة يعرف واش السيارة ديال منا، غيدخل البلاتفورم او المنصات ديال هاد المؤسسات كلها. الان كنتفاوضوا مع بنك المغرب، بين قوسين كنتفاوضوا مع بنك المغرب لان طرح لنا مشكل في مدونة الاسرة. تيجي الراجل تيقول لك انا ما عندي والو، ما كان ملك والو في النفقة، دابا يقول لي بغى، حنا غادي ندخلوا لكل شيء باش نعرف شنو عنده. فهاد القضية هادي قلنا غادي نصيفطوا العنوان، غادي القاضي غيدخل البلاتفورم ديال البطاقة الوطنية وياخذ العنوان البطاقة الوطنية ويبلغ الشخص إلى عنوان موجود في البطاقة الوطنية، إذا وجد كان بها، إذا لم يوجد يعتبر التبليغ صحيحا. هو اللي أعطى العنوان الأمن الوطني، هذاك شغله، ما نلتزم بشيء لزمه، علاش غادي نبقى نقلب عليه أنا؟ الصور ضخ. فكاين كاين نقاش اخر تيقول لك نزيدوا اضافه لهذه الرقم الهاتفي الشخصي. احنا الان كنوجدوا واحد التصور قانوني حول هذا الموضوع. اشنا هو الرقم الهاتفي الشخصي؟ انت كمواطن دير 10 الارقام، شغلك هذاك واك عندك واحد الرقم تتعامل معك الاداره من خلاله. قلت ما بغاتك الاداره ولا الضريبه ولا الغرامات ولا المخالفات ولا الاحكام، فهذاك الرقم. فغادي نوليو نلزموا المواطن يكون عنده دائما واحد الرقم، هذاك الرقم هو ديالو، ما يمكنش يتخلى عليه او ما يمكنش يتلغى عليه، وغادي يبقى في الشركه. فبغينا قلنا غادي نبلغوه بهذيك الطريقه ونشوفوا شنو فيها.